سيف يا رجال ما ليش قالوا ما ليش قالوا ما ها ولد لا السالفه راحت خلص هذا يا ابن الحلال انت امشي امشي اعيد انا ما جاي يعني لا لا بس ما يحتاج هو يهمه بس الابيات لا الابيات خلاص خلنا نسمع لها واروح اما اسجل يا معود سجلت اشياء لو كذا خلص منها اعطنا بيتين باللحن قول أسابق الوقت مغير الوقت يسبقني دنيا سنواتها تسبق دقايقها واليوم مات الرجاء والياس طوقني متى تكبر احلام ليش يقول قبل حققها يا الله يا خالقن غيري وخالقني اتبلك بدله بالشوق محرقها وش المقام هذا؟ يلا ما اعلم لعن لعن ولا ما ادري عجازي ولا علمه يا مسلط ما انا بعرف انت كان اصبر شوي انا بمرر لك علمني علمني يا مصرط من انت علم والله شوف يا طول عمر السلام المقام هذا ايه هذا هو شوف عشان الحجاز انت عاد بتتفلسف لانك انت عارف المقامات يعني تتفلسف عليه ما حقه ما وش هو مصرط المعرفه تخليه يتكلم المقام هذا حجازي فيلم ها غنيت حجازي وش دراني وين الحجازي ويني وين الحجاز مقام الحجاز والله اني مغنيها ما ادري ايش عندي المقامات زارت معي لا حتى ما ادري وني تعرف ترى بعض الاحيان يجي لك لحن او يطري لك لحن مثل عنه حتى كيف طلع علي ذا اللحن والله العظيم انه طارين علي في وقت غلط ابوي مرسل لي يجيب سمك للبيت عايشه سمك والسمك يطول قام يقليه وذا وانا اختار اسمك كان عاد ادري امور مدري ايش اتمتم باللحن بدون كلمات عرفت عشان ما يضيع في ملاحظات قرب سمعت قطع 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 خرب التسجيل يعني ما هو اللحن يضيع عرفت غامض التسجيل اي اسجل بدون كلمات عشان القاك معي واسجل على ذا اللحن اسلم عيدها حد قلتها اصلا القصيده ما قلت منها ولا شيء ترى الا قلت مغرق بيت لحن بس يسمعنا يلا خلينا نكمل قاعد اسرفنا كذا لين تجي على غنوج عليه الشوق سايقني متميزه بالحلا سبحان خالقها كذا طلعت برا ايش قبل شوي ما كانت كذا سريت مع من العالم تغابر ليه؟ وش اللي اختلف يا ابو؟ لا لا قصدك هي الكاسرة؟ لا خلاص خلينا نغنيها بترتيب اجل القصيدة وش طيب؟ يقول اسابق الوقت غير الوقت يسبقني دنيا سنواتها تسبق دقايقها سنواتها تسبق دقايقها يقول ما ادري واليوم خابر رجع والياس طول رحنا دور له المهم انه تجمل فيه وسلامك اقول مجمل ووافي عليك تسلم لا قريب من عليك عليك زود ما يسمع واليوم خابر الرجال والياس طوقني ماتت كبار الاماني قبل احققها يا الله يا خالق غيري وخالقني تبل كبد اللي هي بالشوق محرقها على غنوج عليها الشوق سايقني متميزه بالحلا سبحان خالقها تقول للرد لا جات تمشي الحقني واللي اتثنى تهز الريح مورقها وحتى انا هذا يقول الثوب ضايقني ما يدري انه علي الارض ضيقها ما غيرها يلا انك لا توفقني وان كانها مقفيه يلا وفقها اشرح على شاربي واشرح على دقني واليوم وانا الوغلاء تزيت ارفع بيارقها سمع الشايب قال يا ولدي انت جملتنا بيض الله وجهك على اللحن الطيب
راحت وراحت التصاميم اول شيء بدون ذكر اسم الشاعر، وحتى لو تذكرت اسم الشاعر لا حاول انك ما تجيبه لاني عشان اخذ راحتي الحين في الكلام. حلو. الافكار اللي في القصيده هذه مطروقه من قبل. صح. الرد في الشاعر. الشاعر اللي يجيب فكره ياخذ فكره شاعر ثاني بنفسها بس مغير ياخذها بس ويحطها هنا هذه ما هي. والقصيده اصلا يعني ما هي جديده. ركيكه. وليست بذيك قوية. إيه قوية ما هي قوية. ولا فيها جزالة ولا فيها سبك وحبك يا أخي. فأعتقد إنك ما توفقت في طرحها في شيل هذه الكلمات. لا 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 الرجال زهمني قال تكفى. قاعد هي زهمة قاعد هي زهمة سوينا رقيقة ولا ضبطناها على ذا العلم. رقيقة وليست رقيقة. ألو قاعد إن طال عمرك زارد زي الرحمن الرحيم. فزعنا ربي الى ما معنا احد فيها. وانا اتصل على الرجال على مصرط في ليلتنا عتمه ولا به وقت. لا في غير انت مصرط ورب مصرط يا مصرط. المصرط ما بحولي صوت هناك ام الديره. يا مصرط قال ابشر بس سعد. قلت العلم واحد اثنين ثلاث عندنا قصيده وعندنا ونباك تشيلها. كان ابو ريت الظاهر. قال ابشر بس سعد يبعد عن الاستديو كم كيلو؟ تقريبا 200 وشوي. ليه استديو وين؟ انت كنت بالديره. كان في الديره. طيب استديو بالرياض. في بالطايف؟ ايه هو يروح للطايف. انا اسجل في الطايف. هو قصد الاستديو حقه. لا لا انا في الرياض هنا. قال ابشر بس سعد يا ولد ما بي وعنده جامعه بعد وعنده يعني اشغالته. يعني عنده اشغال يعني ما هو يعني مثل بعض الناس وكذا عرفت؟ وابو ومصرط جاي يا سلم. ومي يسمع. سلام ومي يسمع. سلمت. سلمت. والله يا ابن حلال والله اني ما اذكر هذا الصدق الصدق اني دقيت عليه وتعذر. والله اني ما اذكر. وادري ان الاستديو يبعد عنه مشوار سفر يسافر والخط والطريق اللي ولا عذرته. والطريق اللي يوديه للاستديو يمكن حوالي 100 وشوي. سيد. سيد واحد. ايه. خطأ. لا اناره خمريت لا ولا انا جيت معه لا وسائل امان لا ولا شيء يعني طريق خطر مره في الليل يدق سلفلك في طال عمرك يمسك الخط الله لكم فودنا لو سمعنا يا استاذ مصلط من بعض اللي اعطاه الشيلات والحاجات الحلوه اليوم يقول ما عندي اسلم لا بعطيكم ابيات الشيلات لا يلا اليوم اليوم منفس هي ترى معي ترى والله ترى معي انفست جت العاد هو ترى الربع هو ربع خابر هناك لا والله ما يبعن نفسيه لكن الشيلات قد شليت قبل اليوم يمكن اربع ولا خمس يلا لكن لا بعطيكم ابيات يلا جهز ابيات يا ابو شاعر كلمه سعد كلك سعد يا حبيبي والله ما ادري قد سمعت يا ابو ناصر ولا لا لكن يقول صابرين وعاد حنا على طول السنين من يوعدنا لقانا على قد الوعد شلو سعد كفو يشوش ابو شاعر لا يجمل يشوش مع الرجال اسلم صابرين وعاد حنا على طول السنين من يوعدنا لقانا على قد الوعد انصدم في بعض الاصحاب مره مرتين كم صحيب الله دعيته على الشده قعد فهاق دلي يدحم القوم بالجنب المتين الرفيق اللي فعوله تبشر بس سعد من مقادير الليالي فقدت الطيبين علميني المقادير وش عندك بعد طيب صح الله الله يسامك طيب الكلمات اللي اعطاك اياها هذا حسين ابو ناصر ابو ريت وطني والله ما له اه لا ما دام ابو ريت هذا انا حسيت فيها والله ان اكثر من واحده ان لا كلمته قال ابشر بس سعد ومشى يا ابن الحلال طيب خلينا نسوي لا قال مره والله ما يستغرب الطين من هذا الله يطول عمرك خير لما قال انت ابن عمه هو لو درت لو درت انك بتربك الحال من بعض مره مره ما عنده مره ركرة ما قلت ما عنده كبري وي تجاك انا راح يدور وي اسلم يا ابو شاي جهز انت بعد اي دوك علي واحد مقرود لازم سالفه قبل لا اله الا الله يا ريقي ها وش بلا يا رب يا رب عشان الله اني خارج كان واحد قال تكفى ما ادري ايش يقول تكفى انا عندي كلمه تكفى ولا يعني انا لا كل ضيقي اللي شرواكم شرواك الطيب يحترم كلمه تكفى كلمه تكفى حتى من اول ما قال لا ما حجت ولا جيت خلاص
لا قدي خلاص. ها تكفى يا ابو شاعر. ها تقول تكفى خليني امشي. عطنا السالفه بدون مبررات وكذا عشان نستمتع معك. يا اخي خلنا نعلم لك. طيب. علمني. اسلم. سمعت؟ واقوم يا طويل العمر واتجمل مع الرجال ما خليت عليه شيء. ما خليت عليه رجال واحد. ما ابغى ابتن عليك يا ابو شاعر. ما عليك. كفو علي حرام. قام يا جميل يا جميل باسم الربع ولا والله العظيم اني شوش انت يا ابو شاعر. ها شوش طلعت من السلامة تقول تعال ماني ما اخذ عليك شيء خلص مع السيدي اللي تبغاه وابشر بالسلام. قال صالح انت وين دفعت يا ابو؟ لا هو يقول انت يطلبني هو يطلبني حقي انا. يعني من السيدي انا مختار. انت قلت برا الرجل مش اللي جاي لو اني غير رحت له الو كاد بيجي ذاك سيدي واشل ذي شيل لا قطع حلقي وانا ادور لك كشرت من يا زانة يعني اللحن اللي تغيره مضبوط يا زانة كذا اذر اللي مغني ان القصيده على لهجتي ناطق ان الحروف ذي ومخارجها وما ادري كيف على لهجتي انا وهم لهجتهم غير 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 قال يا رجال يرحم والديك القصيده تقول ابوها خطا من العرب الف لعرب له والله لقيتهم غير قلت طيب وش الطريقه الحين كيف؟ قال عدلها ودور ما حد عرف اتكلم لقيتهم ما عرفت لقيتهم غير مره غير غير الكشره ما ادري كيف يفتحها ويقول لا تنطق الكلمه ذي نطقها وهي مكتوبه من اهل وش هو من اتجاهات المملكه شرق شمال جنوب وسط جنوب من الجنوب طيب انت من الجنوب انت طيب جنوب ما من الجنوب حقنا جنوب من هناك ما يفيد برا اسلم جنوب من هناك خلاص تمام ما عاد عرفت ايه تكلم مثله لهجات يا اخي طيب الحين مشاركتك الحين انت شيله ولا قصيده؟ عند من؟ الحين اللي بتقولها ما نبقى قايل هذه ما عرفت هذه انا عقب يسال انا اشكي عليك الحين ما حصل طيب عقبها في نهايه الكلام في قصيده قالوا قال طال عمرك قال الرجال ايش فيني ولا ايش جبت فيه؟ ما قد سجلت؟ ما اي قد سجلت تبي تعيدها؟ ابي اعيدها وكل ما عدتها طلعت خطا دق علي يا اخي تكفى يا اخي قول احضر معي يا اخوي تعال الاستديو جاني الاستديو ما انسان يعلق علي ما يحتاج يتحاكم يا ولد ما ادري كيف كلامه والله لسان الو كلمه شليت قال شكلك من النوع اللي ينشب للاستديو بالتعديل وبالاعاده وبال الاستديو قال جعل ذاك ما قال شيء يقول انت عندك شيء اللي يجي اربع مرات في الخمس عارف عارف انا النوعيه السلام عليكم جعل ذاك شوي تعديل ايه ويجيكم مزارق الطيب وحب الخشوب خشمك والله يا ابن الحلال ان الشاعر قال كذا اليوم الثاني يا ابن الحلال اخطيت في كذا وانت تخابر الربع والجماعه وتخابر وطالبينك عارف انا التعاملات دي اعرفها والله مجربها كويس اني عرفتك لا حول كويس اني عرفتك يا ابو شاعر انا الشاعر ما بعرف انا كله من الشاعر كله على الشاعر اسمع الشاعر كل شيء من راسي الشاعر انت تقول انت انا اقبل لما تقول قصيده انا اقبل قصيده اللي قالها الشاعر ايش دخلنا انا لحنتها بس مجرد اني اضفت لها لحن ما قصر يعني رجع اعطاها احضارها وترى بعض القصائد اللي تقينا احنا كمنشدين والله نحن بعض الحين ندور لحن هي اصلا مكشر طرحت فيه يا لا انا شوف انا يعني تجربه وشوف عيني يعني ان في منشدين هم اللي يعدلون البيت للشاعر اي هذه اللي اقولها هو ما هو شاعر بس يعني من كثر ما هو متمرس وعلى الالحان في يوم يلحن القصيده يجي عند البيت هذا اللحن ما ركب يروح المنشد يحط شيء يعدل تعديلات من عنده لين يركب البيت ويستوي صحيح قد حصلت معي انا ها هو عدل البيت وتمشي الامور هذا المنشد اللي انا اشوف انه محترف والله كويس يعني انا محترف حتى انت ترى قديم يا 12 سنه يا ابو ناصر والله قديم 12 سنه ما هي بسهله كان وكم كان عمرك يا ابو شاي وقتها رجال يغني قال يا زلمه ابو عوض عطنا انت لا عطنا لا قصيده ولا سالفه لا انشاد صرت زي الشياب البارحه مع قال الانشاد قررت احمد السالم معه قال اسمعني ارفع نفسك يقول قلت له شلون قلت بعطيكم قصيده قال لا قلها بلحن وشاش علي قدام المطار قال لي انا بنصحني الشاي والله قال من هذا قال لي عطى قلت يا عم والله صوتي قال لا قلت ما زبطتها يعني ما لحنتها قال لا انت لازم ترفع نفسك مع الرجال يعني بيعطيني نصيحه قال الواحد لازم يرفع مقداره يعني انت شفت قلت نفسك وغني وغني قلت ابي ثقتي تكون محلها قال لي قلت طلبتك طلب قال وش قلت خلني اقولها يا رقم
القى على قماع القصيده ندخلها كمان والله لو غنيت نزل قدري هو بيرفع قدري الرجال اسلم البارحه يو لا لا مقبوله موفره كل النام امثل الدار ما لاجل النوم بعيوني مجنيت ولقيت انتبه